مشاهدينا ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين مع المسابقات اللي موجوده معانا النهارده. وزي ما انتم عارفين ان النهارده احنا مستنيين مكالماتكم لان في واحد منكم او واحده هنقيهم بطريقه عشوائيه هيكسبوا معانا 3000 جنيه اي حد من المتصلين اللي هيكلمونا. طبعا انتم عارفين الجائزه الكبيره اللي هي ال 20000 جنيه وهي اللي هيجاوب عن مين هيفوز ويكون بطل او بطله الفير فاكتور اكستريم وهتكون جائزتها 20000 جنيه. وما تنسوش ان احنا هنكون معاكم بكره وبعد بكره الساعه 12:30 مساء عشان نديكم فرصه اكيد اكتر انكم تفوزوا. وانا معايا النهارده ضيوف جديده ومعايا دلوقتي ضيوف جديده. معايا ضيوف اسكندرانيه. ايوه معايا الاستاذ عمر الشريف. الله يخليكي. الله يخليكي. ازيك يا امير؟ معايا كمان عشماوي. صباح الفل. مش بيجي. عشماوي صباح الفل. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. وحشتني قوي عشماوي والله العظيم الحقيقه يعني. ناس ربنا كتير بتسال عليك. الحمد لله الحمد لله. كويسين؟ كله زي الفل. اسكندريه عامله ايه؟ كله زي الفل. زحمه قوي. بعض في اسكندريه صح؟ كل يوم. كل يوم بتشوفوا بعض. كل يوم يوميا لازم. مين؟ عشماوي واحمد ومين؟ وهبه. وهبه وشريهان. انا وهبه. شريهان بعيده عننا شويه وبعدين كان عندها اصابه. عايزين نقول لشريهان الف سلامه لان شريهان متضايقه. هي معانا وهتكون معانا بعد البريك اكيد بس هي رجليها فيها مشكله بس هي طبعا جات لنا النهارده مع انها كانت تعبانه جدا. بتقابلوا بعض كل يوم ها؟ اه والله بنقعد في قهوه كده اسمها خبيني. طب الناس عامله ايه معاكم في اسكندريه دلوقتي؟ الناس مبهدلانا بصراحه والله العظيم. زحمه في اسكندريه عندنا. مش عارف ايه. واحمد انت زعلتنا وما بيفتكرنيش بقى اصلا يعني. في موقف حصل. كنا واقفين بنشرب عصير فواحد جا كلمني انا مش عارف كلمني انا ليه. هو انا بشوف احمد وهبه في البرنامج هو انت معاهم ولا ايه ظروفك؟ انت رحت فين؟ قلت له لا انا معد برنامج ارض الخوف معاكم بتكلم عليه وتصور معاهم. بس انتوا اتعرفتوا والناس بتعرفكم جدا في اسكندريه صح؟ الحمد لله. يعني انا سامع ان انتوا ما بتعرفوش تمشوا في الشارع دلوقتي. يعني حب الناس ده شيء جميل جدا بجد والحمد لله ظهر يمكن بشكل كبير لما الناس بقت في اسكندريه زحمه وكده. لما فعلا بنيجي نمشي على البحر او بنتمشى في اي مكان ونلاقي فعلا ناس كتير بتسلم علينا اكيد دي حاجه انا عن نفسي بصراحه بتسعدني جدا جدا يعني. طب واكيد دلوقتي في ناس كتير جدا كمان هيكون بتتصل بينا عشان عايزه تسلم عليكم. معانا دلوقتي التليفون. الو الو الو. ايوه مين معانا؟ الو ولا شباب؟ الو الو مين معانا؟ الو عبد المجيد. سلام. مين؟ عبد المجيد ممكن توطي التلفزيون شويه؟ حاضر حاضر. عبد المجيد ازيك يا عبد المجيد عامل ايه؟ حاضر. عبد المجيد تتوقع مين اللي ممكن يفوز؟ حاضر. الحمد لله. عبد المجيد ممكن توطي التلفزيون شويه؟ على برنامج تاني. عبد المجيد ممكن توطي صوت التلفزيون شويه؟ الحمد لله. حاضر حاضر. طيب احنا معانا كمان تليفون. الو عبد المجيد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا اميره؟ ازيك عامله ايه؟ ايه الحمد لله. تغريد معاكي. مين؟ تغريد. تغريد ازيك يا تغريد عامله ايه؟ الحمد لله. تغريد توقعتي مين ممكن يكسب؟ ان شاء الله معتز. معتز جميل. انا بس عايزه اقول حاجه. قولي. عايزه احيي تلفزيون الحياه عشان المجهود الكبير والانتاج الضخم دوت. يعني برنامج ما شفناهوش على اي قناه عربيه قبل كده. يعني قناه الحياه بتسعد المشاهدين ببرامجها وبجوائزها كمان. يعني دايما بيفكروا فينا بجوائز سواء ال 3000 جنيه او ال 20000 جنيه. فبجد انا بحييهم لان القناه بجد قايمه بمجهود كبير. بصي انا عايزه اقول لك حاجه ان احنا بجد تلفزيون الحياه دايما بيفكر في المشاهدين ودايما بيفكر في كمان بتاع الفريق البرنامج كمان وانت كمان طبعا. ربنا يخليكي يا قمر. ربنا يخليكي. الله يخليكي. بعت لنا ولا لا؟ بعتي. طبعا انا بعت ان انا ان شاء الله معتز هو اللي هيكسب ان شاء الله. ربنا يخليك يا تاج. عايز اسلم عليهم كلهم جدا طبعا. جدا جدا بنشكرك بجد. وعايزه اقول لكم بجد يا جماعه ان دايما تلفزيون الحياه بيفكر في المشاهدين وبيفكر ازاي هيكافئهم وبيفكر ازاي يخليهم دايما موجودين معاه. بنشكرك تاني مره اللي انت كلام اللي قلتيه اكيد على تلفزيون الحياه. ومعنا كمان تليفون. الو الو. ايوه انا عمر. ازيك يا عمر عامل ايه؟ كويس الحمد لله. عمر تتوقع مين ممكن يكسب؟ عمر وبشجع عمر وهو هيكسب في المسابقه. طيب بعت لنا ان انت بتتوقع ان عمر هو اللي ممكن يفوز. هبعت. ايه؟ هيبعت. هبعت. يلا ابعت لنا. طيب ماشي. عمر رقم ورقم 8. طب عاوز اكلم عمر. يلا عمر معاك. الو الو. ايوه ازيك يا باشا عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت يعني اتفضل. عمر الو. انا عايز اقول فين اهل اسكندريه يا جماعه؟
ناس بتوع اسكندريه فين؟ بيتصلوا مش بيكلموكوا ليه؟ توقيت الساعه دلوقتي 19 بالليل ما بنعرفش. عشماوي وانت بتتفرج عليهم في كل برايم تمام؟ ايه اصعب حاجه قلت الحمد لله ان انا مش عايز العب اللعبه دي، لو كنت لعبتها كنت لو يمكن اعمل حاجه؟ الابر. الابر ها؟ الابر البرنس طلع بصراحه كفك كده ده جامد قوي. لا والله العظيم احترمته قوي كلهم بجد. لا كله. الابر صعبه قوي، انا ما كنتش هعملها بجد. لا صعب يعني لو كانت جاتلك كنت ممكن تنسحب؟ نعم. لو كانت جاتلك كنت ممكن تنسحب؟ طبعا اكيد كنت هنسحب. طب وايه اللعبه اللي ما شفتها وهما بيلعبوها قلت يا ريتني كنت ابقى موجوده عشان العب اللعبه دي؟ اول تحدي في البرايم بتاع الحصانه اللي بعد ما مشيت فيه على طول، اللي هو ال 50 متر و5 متر والشبكه بتاعت سبايدر مان. اما شفتها حسيت ان انت لو لعبتها كان نفسي اعملها. وبتاعت العربيه بتاعت النهارده اللي هو التحدي الثالث في الحلقه بتاعت النهارده، العربيه والبامبينو اللي ورا ده اكيد دي كانت جميله دي. حلو. انا بس عايز اقول حاجه بس في موضوع الابر. انا بس استخدمت استراتيجيه كده لان انا كان عندي مزق في دراعي اليمين، وكان الدين المعتمد الدين الحقن يعني بالنسبه لي كان الوقت معتمد عليه هو. فانا كنت معرض ان انا كده كده هخش للتحدي اللي بعد كده، فانا اتعور فلا يعني كان يبقى فيه هنا اصابه والدراع الثاني هيخش فيه ابر، فبالنسبه لي اخش التحدي الثالث وده كنت متاكد منه ان انا كنت كده كده هوصل للثالث، فقلت لا خليني. مع ان بالنسبه لي كان الابر ما فيهاش مشكله يعني، بس هو انا كنت يعني الاستراتيجيه عندي كان ان انا كده كده هلعب الثالث فخليني اركز في الثالث احسن. طيب فين اهل اسكندريه؟ يعني عايزين حد من كوره اسكندريه يكسب معانا ب 3000 جنيه. الو مين معانا؟ الو يا مساء الخير. مساء النور. محمد صبري مع حضرتك. ازيك يا محمد؟ انت منين يا محمد؟ انا من القاهره. من ازيك يا محمد عامل ايه؟ الله يخليك الحمد لله رب العالمين. محمد تتوقع مين اللي هيكسب؟ بتوقع عمر ان شاء الله. اشمعنى؟ عشان عندي ابن اسمه عمر وبتمنى ان هو يكون هو زيه كده ان شاء الله. بعت لنا طيب ولا لا؟ لا هبعت لكم باذن الله. ابعت لنا عمر رقم ورقم 8. انا بشجعهم كلهم على قوتهم بصراحه وعزيمتهم وجرأتهم يعني خصوصا بسنت. طيب عشان خاطر عمر ابنك باذن الله ممكن تفوز بال 20,000، ابعت لنا عمر رقم ورقم 8. معانا كمان تليفون. الو. ايوه يا فندم. ايوه مين معانا؟ هشام زاهر من القليوبيه من محافظه القليوبيه الخصوص. ازيك يا هشام؟ الله يخليك الله يسلمك. ازاي القليوبيه عامله ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا مبسوطين، وانا بقالي فتره كبيره على التليفون بس بصراحه ما كنتش متوقع اني اكلمكم. ما عشان في تليفونات كتير جدا. صراحة يعني أنا خلاص يئست وكنت يعني هات لي السماعة. أنا عايز أعتذر بجد لكل المشاهدين اللي بيحاولوا يكلمونا ومش بيعرفوا، بس ده لأنه بيكون في تليفونات كتير جدا، بس عشان كده إحنا هنكون معاكم حد واثنين وثلاث الساعة 12 ونص مساء، واللي ما يعرفش يوصل لنا ممكن يبعت لنا اس ام اس. هشام تتوقع مين اللي هيكسب؟ ممكن أشارك؟ طبعا اتفضل. أنا اخترت عمر. انت متوقع ان عمر هو اللي هيكسب؟ باذن الله كده ان شاء الله، لان هو صراحه ابعت لنا يعني ابعت لنا على اس ام اس 95230 عمر رقم ورقم 8. نفس طويل يعني. نعم نفس طويل يعني وعنده لياقه بدنيه ربنا يخليه. الو. ايوه يا هشام معاك سامعينك. طيب يا هشام انت توقعت ان عمر هو اللي ممكن يكسب عمر رقم ورقم 8؟ ابعت لنا ابعت لنا على الارقام اللي قدامك باذن الله ممكن تكون واحد من اللي هيكسبه. معانا كمان تليفون. الو. 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 ايوه اميره ازيك؟ ازيك انت عامله ايه؟ انا ساره. ساره انت منين؟ من اسكندريه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. انت فين؟ فين؟ عامله ايه؟ انا مبسوطه والله اللي انا معاكم النهارده. والله احنا اللي مبسوطين ان انت وصلتي اصلا. انا بسلم على كل اللي عندك. انا مش سامعاكي، علي صوتك شويه. انا بسلم على كل اللي موجودين عندك. ايه؟ ربنا يسلم على كل اللي موجودين عندنا. واحنا كمان اكيد بنسلم عليكي. قولي لي توقعتي مين يكسب؟ بصي انا بعت لهم كلهم بس انا نفسي بسنت هي اللي تكسب. نفسك بسنت ها؟ بعتي بسنت ولا لا؟ بعت البسنت وبعت العمر وبعت المعتز وبعت المهاب. بعت لهم كلهم. تتوقعي مين فعلا اللي كلنا بعتنا لهم. طب انا عايزه اقول لك حاجه، ان فسانت هتكون معانا بكره، تابعينا اكيد باذن الله لو كلمتينا هتكلميها، واكيد طبعا انت عايزه تكلمي اسكندرانيه اصحابك معانا عشماوي واحمد. لا احنا خسرنا بقى خلاص. ساره قفلت. الو. طب يا جماعه كل الناس اللي كلمتنا واللي لسه هتكلمنا في حد منهم هيكسب جايزه النهارده وهي 3000 جنيه واللي هنختارهم بطريقه عشوائيه وباذن الله ممكن يكون حد من اسكندريه هو اللي هيكسب في النهايه. معانا كمان تليفون. الو. الو. ايوه مين معانا؟ ايوه جه معايا مين؟ جيهان عيسى حسن. منين؟ ايوه معاكي جيهان عيسى حسن. ايوه انت منين؟ من اسكندريه.
اسكندريه كمان. يا سلام استفزوا على فكره احنا استفزناكم. طبعا يلا معاك يا عشاوي واحمد. يا صباح الفل. ايوه الو. ايوه اهلا وسهلا. الو ولا شو؟ ربنا معاكم ان شاء الله. ربنا يخليك يا عمر. ربنا يخليكي. كلك ذوق والله. تتوقعي مين فينا اللي هيكسب انا واحمد؟ بسرعه. هنطلع الاولاني بس من ورا من الاخر. جيان انت معانا ولا لا؟ ايوه. كنتي بتشوفي رقصة عشماوي ولا لا؟ ايوه. كنتي بتشوفي رقصة عشماوي في اليوميات ولا لا؟ ايوه متابعاكي. سمعنا يا جيهان؟ تصبح على خير يا جيهان. طيب احنا معانا كمان تليفون. الو. عشماوي دي عملت مشاكل. الو. سمعنا يا جيهان؟ الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك مين معانا؟ معاكي ايمان عبد المجيد من الجيزه حضرتك. ازيك يا ايمان عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. ايمان توقعتي مين اللي ممكن يكسب؟ انا طبعا متوقع ان عمر عشان ابني اسمه عمر برضه. ربنا يكرمك. بعتي بعمر ولا لا؟ عمر رقمه رقم 8. بعتي ايه؟ بعتي برقمه ولا لا؟ ايوه طبعا بعت برقم عمر 8. يعني انت ممكن تكسبي معانا 20,000 جنيه لانك بعتي عمر، وممكن كمان تكسبي معانا النهارده جايزه 3,000 جنيه. اما نشوف ربنا يسهل ان شاء الله. عمر معاكي. ماشي يا فندم. ازي حضرتك يا ندى؟ ازيك يا كابتن عمر؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. انا طبعا بص ابتسامتك دي في وشنا على طول يا عمر. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. ده من ذوقك بس. ربنا يخليك. مع حضرتك عمر اهو. تمام. خد يا عمر كشف. ايوه يا عنا. الو. سامعني؟ الو. الو عمر. الو. الو. ايوه ايوه يا عمر. انا بحب عمر ابو المعاطي. ربنا يخليك. احنا بنحبه كمان. انا شكل الايد دي هقطعها المره الجايه بعدها على طول. ويا ريت معلش يعني اوجه رساله للمشاهدين، يا ريت يتوقعوا مهاب برضه، هو متسابق معانا ومحدش راضي يتوقعه ليه مش عارف. والله يعني هو عشان مهاب رياضي جدا جدا جدا. ادينا شوفوه هو بيلعب لعبه الباركور، لعبه صعبه جدا ومحتاجه لياقه عاليه جدا عشان الواحد يلعبها. معانا كمان تليفون. الو. اسمي مش على اسم ناس كتير. الو. الو. قولي الو. حي. الو. الو. ايوه مين معانا؟ ايوه انا. مين؟ الو. ايوه مين معانا؟ ايوه انا وعد. ازيك يا وعد عامله ايه؟ الحمد لله. وعد تتوقعي مين اللي هيكسب؟ ده اسمه جميل قوي. وعد. وعد. ايوه. تتوقعي مين اللي هيكسب؟ محمد. مين؟ عمر جميل ما بيحبش. محمد محسن. محمد محسن. محمد محسن كان معانا من شويه، بس لو عايزه اكلميه تقدري تكلميه بكره. ومحمد محسن رقمه رقم 5. لو انت متوقعه ان هو اللي هيكسب ممكن تبعتي لنا، وباذن الله ممكن تكوني واحده من اللي هيكسبوا. معانا كمان تليفون. الو. 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 طيب قبل ما ارجع لكم عشان عايز اسالكم شويه حاجات، هنوه لمشاهدينا عن الجوائز مره تانية. المسابقه الجديده اللي معانا، تتوقعوا مين اللي هيفوز ويكون بطل او بطله الفير فاكتور اكستريم؟ ابعتوا لنا على الارقام اللي قدامكم على الشاشه، وكمان ابعتوا لنا اللي هيبعت لنا اس ام اس على 95230 يبعت لنا رقم المتسابق كمان مع رقم الاجابه، ممكن جدا تفوزوا بجائزه 20,000 جنيه. وما تنسوش ان احنا كمان معانا النهارده جوائز او جائزه للمتسابقين او للمتصلين اللي هيكلمونا على الارقام اللي قدامكم، ممكن جدا تكسبوا 3,000 جنيه. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. عشماوي انا سمعت قبل كده ان انت اكتر حاجه بتكرهها الحشرات. يعني حاجات الضباط. مثلا. المايه ما بقتش فاهم حاجه. ما ركزتش على فكره في التحدي ده، يعني كنت بحط دماغي اتفرج على التعابين والضفادع واجيب تفاحه واطلع عالم البحار. تقول لي ثاني هو في ايه جوه؟ ايه اللي كان بيحصل وانت بتجيب التفاح؟ بيهرج والله. مفيش. انا اخدتها فعلا بالتهريج، بس انا اتفائلت برقم 17. طب ما هرجت يعني، انت وقفت في النص وهرجت. ده خلاك ان انت تبقى بتاخد
وقت اكتر دي بتتحس طبعا على الواحد. بس انا اتفائلت برقم 17. انا كنت شايل هم عمر لان يعني عمر لما بيخسر التحدي الاول ويخش للتاني ده بتبقى يعني شفت الضحكه بتاعته دي ما بشوفهاش في اي تحديات بعد كده لو دخل المرحله مثلا الثانيه او الثالثه. فانا كان همي انا كنت واقف عمال اقول له يلا يا عمر يلا فاضل لك واحده فاضل لك اثنين. فانا كنت عايزه يخلص من التحدي الثاني ده ويتنقل للمرحله او الحلقه اللي بعديها. فالحمد لله طبعا ربنا يعني الحق يقال فعلا بجد والله كان معتز حد ليلتها. انا بقفش جدا يعني مش بقفش انا بتضايق يعني لما بخسر. فكان يقعد يقول لي بقى يعني ربنا يوفقك وكده. وحتى كمان وانا بلعب كان عمال يشجعني وفعلا هو اول واحد ابتدى فحسسنا ان الموضوع سهل قوي. يعني هو دخل بوشه وبيجيب يعني رمى بقى كل التعبين والكلام ده من مخه فخلينا كلنا لا هنخش بقى نجيب. طيب مهاب بما انك كان نفسك قوي تلعب لعبه العربيات وما لعبتهاش وشفت محسن وعمر وهما بيلعبوها انت كده شايف مين لعب احسن محسن ولا عمر؟ الصراحه يعني حقيقه محسن طبعا. محسن اصل الحقد ده دفين مش حاجه بيكتسبوها. محسن عملها بطريقه صايعه جدا. هي اكيد ما حظ برضو. لا لا والله عملها حلو قوي. عمر هو بس خد استراتيجيه هو في التكنيك لكن يعني مش غلط شويه ان هو اول ما نزل قام دايج ضارب اول فالعربيه بدل ما بتنساب معاه انا طالعه لقدام. معلش نحب نسال حضرتك التكنيك ده غلط. حضرتك التكنيك ده غلط. طب ليه نتوقع ان عمر فاز؟ بص للكاميرا ليه نتوقع ان عمر بما ان التكنيك غلط. مشاهدينا احنا معانا دلوقتي تليفون. الو الو ايوه مين معانا؟ اسماء. ازيك؟ الحمد لله. اسمع تتوقعي مين اللي هيكسب؟ انا عاوزه يا ريت يعني عمر او معتز. يا عمر يا معتز. طب يعني ليه اشمعنى؟ يعني هما جامدين قوي. معتز بيدخل في التحديات وعمر جامد جدا ربنا يخليك يا مستر ستان. طيب معتز رقم ورقم واحد وعمر رقم ورقم 8 بعت لنا ولا لا؟ ممكن اكلمهم؟ طبعا اتفضلي. ازيك يا عمر؟ ازيك عامله ايه؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام ربنا يخليك. انا سعيد والله ان انت كلمتينا. لا والله انت جامد جدا ربنا يخليك. ده اعلى حاجه. عمر ضحكه جنان دايما بيضحك. ومعتز جامد جدا والله. انت طبعا جدا بجد والله ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا معاكم ان شاء الله وان شاء الله تكسبوا ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. شكرا لاتصالك. طيب خليك. الحمد لله بخير. انت منين يا وفاء؟ من حد ممكن يكسب؟ عمر باذن الله. عمر بالله بعت لنا ولا لا؟ نعم بعت لنا. هبعت ان شاء الله عمر باذن عمر الله. عمر رقم 8 ان شاء الله هبعته ان شاء الله. واللي هيكسب انا متوقع ان شاء الله ان هو يبقى البطل بتاع الفير فاكتور اكستريم ان شاء الله. ان شاء الله. عمر معاكي ان شاء الله. ايوه عامله ايه؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله تمام ربنا يخليك يا رب. انا لو اعرف لان لسه جايبه بيبي بس سميته احمد. بس لو اعرف ان كنت سميته عمر انا بحبك جدا ربنا يخليك. إيه لا بس طبعا خير الاسماء يعني احمد ومحمد وكده ف هسميه عمر. لا 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 ازاي لا حاشا لله. لا طبعا محمد واحمد افضل الاسماء يعني فربنا يكرمك وان شاء الله يطلع احسن مننا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هتكسب وتبقى بطل في فكره. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. ربنا يعزك يا رب. لسه ما حدش فينا عارف مين اللي ممكن يكسب. ممكن يكون بطل او بطله الفير فاكتور اكستريم. عشان كده خليكم تابعينا وابعتوا لنا. فاضل اسبوعين بس وفاضل معانا بس اتنين برايم وكل واحد فيهم هيكون فيه مسابقه. وتوقعوا مين ممكن يغادر ارض الغوف ودي جايزتها 3000 جنيه. وفي بقى المسابقه الكبيره اللي هي تتوقعوا مين هيكون البطل او بطله الفير فاكتور اكستريم ودي جايزتها 20000 جنيه. عشان كده خليكم تابعينا. هنكون معاكم كل يوم حد واثنين وثلاث الساعه 12:30 مساء يعني معاكم بكره وكمان بعد بكره. كمان معانا تليفون. الو 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 ايوه مين معانا؟ مع حضرتك اسراء من اسكندريه. اسكندريه ازيك يا اسراء عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اهل اسكندريه ابتدوا يفوقوا شويه بايبي. اسراء تتوقعي أيوة. مين ممكن يفوز؟ معتز طبعا. معتز طبعا حبايبي جدا. طب اسراء بعت لنا معتز ولا لا؟ نعم بعتي رقم معتز ولا لا؟ لا لسه هبعت له ان شاء الله. ممكن اكلمه؟ ابعتي معتز رقم ورقم واحد. يلا معتز معاكي.
ايوه معتز. ازيك يا اسراء؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ عامله ايه؟ ايه يا ميزه يا جامد. ربنا يخليك انت اللي جامده. باذن الله انت اللي هتكسب. يا ريت ترفع راس ناطر. على فكره انت لما كسبتش هيحصل لي حاجه. لا لا ما تقلقيش ان شاء الله ربنا يسهل، بس ادعي لنا ونكسب حتى في الحلقه الجايه. ربنا معاك يا جميل. طب اسراء عايزه تسلمي على الاسكندرانيه اصحابك ولا لا؟ اه طبعا. يلا معاكي عشماوي واحمد عبد الله. ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انت يا ازيك يا عشماوي؟ ازيك انت يا اسراء؟ ايه اخبارك؟ ازيك يا احمد؟ اهلا اهلا. ازيك يا اسراء؟ احمد انت بجد يعني معلش مش مفروض تطلع دلوقتي خالص. معلش انا هو كسف ناس كتير. معلش قدر الله ما شاء فعل. بس كفايه يا اسراء حب الناس والكلام الجميل اللي بسمعه منك ومن الناس اللي زيك، يعني ده المكسب الحقيقي بتاعي الحمد لله. انت قمر. يعني انا عارفه ان انتوا مش تمشوا في الشارع دلوقتي، يعني ان انتوا ما بتعرفوش تمشوا في الشارع. هنركب عربيات. معانا كمان تليفون. الو. الو الو. مين معانا؟ مساء الخير. مين؟ مساء الخير. مساء النور. انا رحاب. ازيك يا رحاب؟ انت منين؟ عاملين ايه؟ انت منين يا رحاب؟ انا من شبرا. من شبرا؟ اه. طب مين هيفوز يا رحاب؟ معتز جميل. معتز جميل برضو؟ اه. ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. عامل ايه؟ عامله ايه؟ انت زي العسل. ربنا يخليك. انت العسل بجد والله. انت زي العسل. الله يخليك. انا معجبه بيك موت موت موت. وكلنا معجبين بيك يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله هتكسب. نعم بدعي لك والله ان شاء الله هتكسب. لا ادعي كده وربنا يكرم ان شاء الله. يا رب. مشاهدينا هنوه كمان مره، اوعوا تنسوا ان احنا معانا النهارده مسابقه، الناس اللي هتكلمنا هنختار منهم واحد او واحده بطريقه عشوائيه هيكسب معانا 3000 جنيه، هنوه مين هو اللي كسب في نهايه الحلقه، وطبعا ما تنسوش جائزه ال 20000 جنيه، توقعوا مين ممكن يكون بطل او بطله الفير فاكتور اكستريم، وابعتوا لنا على الارقام اللي قدامكم برقم المتسابق اللي انتم بتتوقعوه، محدش يروح في اي حته، هنرجع لكم بعد البريك.